اليوم موضوعنا عن نمط الحياة الصحي. الحياة الصحية تعتمد على عادات الشخص اليومية اللي تساعده أنه يشعر بالنشاط والصحة وتقلل من خطر إصابته بالأمراض. فاليوم بنركز على أهم عاملين تعتمد عليهم الحياة الصحية، اللي هو الغذاء الصحي المتوازن والنشاط البدني. أول شيء خنركز على الغذاء الصحي، اللي هو لازم تتناولوا الحبوب الكاملة مثل الخبز والرز. ودايماً نشوف الأشخاص اللي يعتمدوا على الحبوب الكاملة كجزء من نظامهم الغذائي يكونوا أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة. والتنوع في الخضار والسلطات، لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم، بالإضافة أن سعراتها جداً قليلة. فعشان شي ضيفوا الخضروات في وجباتكم الرئيسية، ومو بشرط تكون كسلطة، تقدروا كخضار مطبوخة أو مشوية. والتركيز على الفواكه لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، ودايما نفضل أنها تكون كوجبة خفيفة، مع الانتباه للكمية، خاصة للي عندهم سكري أو سمنة، لأنها عالية بالسكريات الطبيعية. وما ننسى الكالسيوم وفيتامين دال والبروتين الموجود في الحليب ومنتجاته، نفس الزبادي واللبن. واحتياجكم يعتمد على عمركم، الكبار تقريبا يحتاجوا 3 أكواب والصغار كوبين. ونوعوا في اختياركم من البروتين، نفس الدياي واللحم والسمك والبقوليات والأجبان والمكسرات وغيرها. وقللوا من تناولكم للحوم المصنعة، نفس النقانق والمرتدلة والبرجر. ويفضل اتباع الطرق الصحية في الطبخ وتجنب المقالي. وما تنسوا فائدة النشاط البدني لصحتكم، فهو يقلل من فرص إصابتكم بالأمراض المزمنة، ويحسن من نفسيتكم، والنوم الجيد في الليل، ويقوي عضلاتكم وعظامكم، ويحافظ على وزنكم صحي، بالإضافة لقضاء وقت ممتع وشعور أفضل تجاه نفسكم. وما يحتاج أوصيكم على زيادة النشاط البدني. للكبار 30 دقيقة من 5 لـ7 أيام في الأسبوع تكون كافية، وللصغار أقل شيء ساعة يومياً. اختياركم يأثر على حياتكم.